إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة احنا ان شاء الله هنوريكم جولة في مزرعة زيتون والطرح السنة دي، الحمد لله يعني بفضل ربنا السنة دي طرح كل مزرعة زيتون كويس، بس المزرعة اللي قدامنا دي عايزين نثبت لكم بس ان الزيتون بيتحمل كل الاهمال، بيتحمل عطش اللي التسميد اللي الخدمة. الشجرة دوت عمره 5 سنين زي ما احنا شايفين ما شاء الله، يعني الطرح بتاعه شكله ازاي. طبعا طبعا ده يعني شجرة صغيرة جدا بالنسبة لعمرها 5 سنين، طبعا دوت يعني المفروض انتاج الشجرة دي ما تقلش عن 30 كيلو، يعني تقدير اللي فيها كل دول مثلا ما يجرهمش 3 كيلو 4 كيلو الشجرة زي كده. الشجرة دي ما تاخدش الا مية بس، الشجر ده ما بياخدش الا ميه بس، ما بياخدش كيماوي خالص ولا اي رش. طبعا شايفين الزيتونة شكلها زي، احنا في نص سبعة دلوقتي، الزيتونة دي لو بتاخد تسميد كويس وبوتاسيوم الزيتون زي ده كان حب كويس وحجم. في بعض الزيتون ما شاء الله حلو، مع ان الشجر بقول لكم مهمل هو رايه، بس زي ما احنا شايفين مفيش اي تأليم للشجرة. شايفين الشجرة عامل ازاي، الشجرة ما بتألمش خالص، هو مية وكان الله يحب محسن. حتى خدمة شتوي ما خدهاش، حتى خدمة شتوي ما بياخدش خدمة شتوي، هو يعني صحابها بيكتفوا ان هم بيسمدوا يعني كل مثلا 3 4 سنين كده وطل حاجة يحطوا لهم شكوى كيماوي، لكن دي الشجرة ده بقى 3 سنين ما خدش كيماوي ولا خد خدمة شتوي ولا ترش حتى اي املاح معدنية او فيتامينات او اي حاجة. طبعا الكيمياء الفيتامينات دي اقصدها يعني عناصر صغر يعني، بس زي ما احنا شايفين الطرح ما شاء الله عامل ازاي. انا عايز اوريكم برضو ان شاء الله هوريكم مزرعة تانية الزيتون فيها شكله ازاي مع الخدمة بقى. ده عمره 5 سنين، احنا شايفينه ده عمره 5 سنين، شايفين مفيش اي تأليم مفيش اي حاجة. يعني شجرة زي دي لو بتألم كويس متربية كويس دي كانت يعني ما شاء الله كانت شايلة، وشايفين حتى الطرح شكله ازاي، حتى دي كانت يعني حشرة قطنية اهي ومترشتش. شايفين العليق طلع الشجر ازاي، مسيطر على الشجر وشجر ما شاء الله زي الفل، زي ما احنا شايفين الطرح بتاعها عامل ازاي. يعني شجر زي دي لو تقلمها صح وبتسمد صح الشجر دي مش هتقلقها على 40 كيلو زي ما احنا شايفين الشجر دي العليق عامل فيها ازاي. بس انا بقول لكم يعني شجره مهمله زي كده وبتجيب ميه وبس، سبحان الله. بس للاسف يعني في ناس بتاخد الاراضي ديت هوايه، شايفين العلق، شايفين ما شاء الله الطرح عامل ازاي. بس بص الزيتون عامل ازاي، عايز تسميد ينطقه، تسميد ينطقه، بوتاسيوم سكر بوتاسيوم. شايفين الشجره ما شاء الله محمله ازاي، ولكم ميه بس، ده ميه بس.
الشجر ده لو كان بيتألم تأليم وبتربى تربية صح كان الحب دوت ما شاء الله عليه، الشجر دي كان زمانها ما شاء الله عليه. هيك حاجة غريبة، هذه شجرة زيتونة شوف يعني سبحان الله محملة ازاي، ودي حشيشة جنبها، دي كانت حشيشة هي جازونة فرنجي، دي حشيشة شوف وصلت قد ايه الحشيشة جنب شجرة الزيتون دي، وبرضو الحمد لله بتجيب. اتمنى من الناس يعني حرام يعني هما بيسقعوا الارض ممكن سايبينها للزمن او قد ما يكون الله حب المحسنين عشان بقى الارض تزيد وتتبيع. شايفين طبعا ما شاء الله يعني الطاح شكله ازاي، مع اني شجرة زي ما احنا مش متقدمة، والحشيشة عاملة زي جواها العليق، الحشيشة حوالي عاملة زي، حتى الشجرة اللي في قلب الحشيشة اللي هي بتموت دي برضه يعني محبتش تموت من غير ما تقول انا لسه عايشة وبجيب. طلعت دماغهم يحطوا شويه رمان في النص كده ليه مش فاهم، مع ان الاتنين مدرستين مختلفين خالص في التربيه. سبحان الرزاق والعاطي، ربنا يوسع على كل الناس يا رب ويرزق كل الناس يا رب. هنتنقل برضه هنشوف مزرعة تانية، هنتنقل كل شوية في المزرعة دي. المزرعة دي 45 فدان 90% منهم زراعين زيتون، زيتون السنة دي الحمد لله عشان كان الجو بارد فما شاء الله يعني طرحوا كويس السنة دي، عشان كده شغل مهم زي كده ربنا كرمهم بيه ربنا يطعمهم فيها ان شاء الله. بس اوريكم برضو الشجر اللي هو نفس العمر بس مع الخدمة عمل ايه. هنتنقل لمزرعة تانية وتالتة ان شاء الله، تعالوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، دي ان شاء الله المزرعة التانية يا جماعة اللي بقولكم عليها، دي ما شاء الله يعني صواب بيهتموا بيها بالتسميد جامد ما شاء الله، او يعني معتدلين على المزرعة القديمة زي ما احنا شايفين. الشجر هنا نفس العمر 5 سنين بس الشجر بيتألم وبيسمي زي ما احنا شايفين الطرح ما شاء الله. الشجر شكلها ازاي، وده شجر زي برضه زي شايفين معظم الاشجار شكلها ازاي، الى حد ما شبه بعض طبعا تقليم عليه يا عم مناسب. انا برضو عايزين نشوف الطرح عشان نشوف الفرق بين هنا وهناك، شايفين الطرح شكله ازاي، اكيد الصورة واضحة. ده نفس العمر نفس المكان بس دي صحابها بيهتموا بتسميد ورش، طبعا يعني الصورة خير دليل طبعا.
شايفين معظم المزارع ما شاء الله يعني شبه بعضها تقريبا. حتى يعني باين ان هما حاجتين ما بين الخطوط والمصاطب مع بعضها عشان يشيلوا الحشائش او البول. ربنا يوفق الكل يا رب ويطعم جميع يا رب ويكرم كل مجتهد. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم ان شاء الله باذن الله.